حكم كافه 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 وين ما يسكن سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. شكرا محمد بن سعيد بن حلو على هذا الاداء الجميل والراقي من نوعه ثبوتي هذا الهجن بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ها هي لحظات وصولها واقترابها من الموقع. تهانينا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا للمضمر محمد بن سعيد بن حلو. حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، حفظك الله ورعاك يا ابو راشد على هذا الانتاج وعلى هذه النوعية. هو أول فكرة هنا مع هذه الشعارات الجميلة، دائما هذا الشعار صاحب الأفكار الجميلة هو هذا الشعار ينحط إلا على الندر. تهانينا تهانينا لهجن نادي شبا، وبنقول شكرا سالم بن سعيد على هذا الأداء الجميل والمميز وما شاء الله عليك يا الدبيس. بن راشد بن سعيد المكتوم حفظك الله ورعاك يا بن راشد على هذا الإنجاز وعلى هذا الناموس الشيق مع أحد شبابنا المضمرين محمد بن يمعة بن بالدبيلة. شكرا يا أبو عزاع، شكرا يا أبو عزاع على أداء متعب حقيقة هنا على أرضية هذا الميدان. وننتظر الختاميات، ننتظركم في الختاميات أيها المضمرين المميزين. تهانينا والناموس المركز أبو شيخ حمدان بن راشد المكتوم الداعم لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شكرا سهيل بن مبارك بن مرخان على هذا الأداء الجميل اللي يقدمه وافي هنا على أرضية هذا الميدان. وسلام بنقول هناك زعبيل، سلام إلى أهالي زعبيل، يا سلام. شكرا للمضمر وافي على هذا الأداء الجميل وعلى هذا العرض المميز. تهانينا سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة، صورة فوتو كوبي جميلة مميزة لهذا الأداء الجميل واللحظات الأخيرة. وبنقول بنقول يا زعبيل ولا وين هناك، سلام اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام. تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم. شكرا سلطان بن سيف المقبال. الوصف الجميل للمراكب بعناها. الله الله، شوف شوف التنافس، شوف التنافس غيرت الشاهينية. يا سلام يا سلام يا سلام، النوع الفريد. تهانينا أولا سيدي سمو الشيخ حمدان محمد راشد مكتوم، والتهاني دائما موصولة لهجن نادي الشبا وسالم بن سعيد في عملية تضميها. تهانينا والناموس المركز الثاني سمو الشيخ أحمد محمد بن راشد مكتوم. الناموس التهاني دائما موصولة لمحمد بن سعيد بن حلو. هكذا كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالفوز تمام. هكذا كان الوصف الجميل، هاي لحظات صورة خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلو في عملية التضمير. كان رأي آخر هناك، لا ولا وين، بقيت المراكز بعيد عنه خلاص. ونقول سلام زعبيل ثالث النقاط، وسلام الخوانيت ثالث الإبداع ما شاء الله. شكرا لمحمد بن سعيد بن حلو. تهانينا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني دائما موصولة لمحمد بن سعيد بن حلو على هذا الأداء الجميل والمميز. المركز الثاني لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. أول ومرموقة تحاول اقتناص الشوط الأول الرئيسي. الله بنقول وين السلام يا هالخوانيج، الله يا هالخوانيج، الخوانيج الخوانيج ما شاء الله على هذا الانطلاق الجميل. تهانينا لعبد الله بن هلال بو ابراهيم بن اسمه فوز بالمركز الاول. هاي لحظات صوره لحظات صوره خط النهايه معلن الفوز والناموس. ثمينه 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 بلوره ثمينه بلوره بلوره ثمينه ثمينه ولا بلوره. الواسطه انضم ومراسيل، اربعه مراكز اربعه مراكز على القمه، اربعه مراكز على القمه. ثمينه لمضرب بن سعيد بن حلوه بلوره من الجانب الثاني. بلوره يا بلوره 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 بلوره. تهانينا تهانينا والناموس لسيد علي بن حميد رزي الشامسي. سلام يا مشرف يا مصر، سلام سلام مصر سلام. المركز الثاني بالعالي، يا سلام. بنقول وين السلام، بنقول وين السلام الخوانيج ولا الزبير. اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة والمميزة، هذا هو عالي اللي غير على صدارة الشوط وسيطر على المركز الأول. تهانينا لعبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي ما شاء الله. هاي الصورة المركز الثاني شاهين لعبد الله بن صالح الجالي. المركز الثالث عبد الله بن سيف بن حميدان الفلاسي على هذا التألق في هذا الشوط الجميل. وجود مورنينج ما شاء الله يا ابو حميد، جود مورنينج على هذا الأداء الجميل اللي يقدمه هنا ما يهاب. تهانينا
والناموس. وسلام سلام 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 تحية لماي هاب ومالك عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان ما شاء الله، بن مطر بن علي بن واس أيضا حاضر على ثاني المراكز واللحظات الأخيرة والجميلة والمميزة. الله الله المركز الثالث والشكل، ولكن نكتفي نكتفي تحذير هملولة هملولة ولا تحذير تحذير ولا هملولة. تحانينا لعلي بن مطر بن علي بن واس الاكتبي بمناسبة فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني لعبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان ثالث. أيضا ما بن علي بن سلطان الاجتبي وقرموشة تبغي تعود قرموشة في اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. يا سلام علي بن عبد الله بن علي بن واس ما شاء الله. الناموس الناموس بدأ يقترب الناموس بدأ يقترب، ولكن السلامات وين السلامات ما شاء الله. تهانينا 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 والناموس يلجنا ما شاء الله. صباحكم يسعد الله صباحكم يا هالي مشرف كافة وين ما يسكن، خلفان بن أحمد بن عيسى ولا ننسى يمعى بعد يمعى بن أحمد بن شقوي أيضا نتمنى له التوفيق. سلام يا هالي مشرف سلام سلام مشرف سلام. تهانينا لخلفان بن أحمد بن عيسى بن شقوي بنسبة فوز مياس من مركز الأول. ها هي لحظات صورة خط النهاية مع الفوز والناموس الأخير عبد الله بن عبد واس، ولكن خلاص بنقول سلام إلى أهالي الجنوب ما شاء الله. سلام عليكم يا أهالي مدينة العين مع مرغم مع مرغم والأبيات تواكبت مع هذا الاسم الجميل وهذا الاسم الناموسي. حنينا لحمد فالح بن حمد النعيمي بمناسبة فوزه بالمركز الأول. ها هي لحظات وصوله خط النهاية المركز